بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. معكم يوسف عربيات من سمارت تيم. اليوم بشرح آخر مثال على الإف ستيتمنت. هو مثال بفيدنا بتتبع الأوتبوت، نعرف بالضبط كل إف أو كل إلس بتكون تابعة لمين. حبيت يكون عملي عشان يكون واضح أكثر. شوفوا شو الفرق. using namespace std integer main. بعرف عندي هسه متغيرين x و y، بدي اعمل ادخال للx وادخال للy، بعدين بدي اعمل if statement. if statement اذا كانت x اعمل لي if statement y، اذا كانت if statement y اعمل لي if statement، بدي اعمل عجلة شوية، x equal equal y. بعديها إذا اعمل cout loan else cout to else cout 3. طيب أول إشي بدنا نعرفه إنه دائما دائما كل إلس تتبع لأقرب إف إلها، يعني هاي الإلس تتبع لأقرب إف إلها اللي هي هاي، صح؟ طب هاي الإلس تتبع لأقرب إف إلها لمين؟ اللي هي هاي، أول واحدة هاي، يعني أول واحدة بعد ما مش هاي الإلس راحت لهاي الإف. طيب هاي الإلس، هاي الإلس، مين ظل الإف اللي أقرب إشي لها؟ هاي. طيب بدنا نعرف شغلة، إف إكس إذا كانت هاي ترو، تمام؟ بتنفذ إيش؟ إف هاي. طب ما اف هاي تابعة لهاي الاف، فإذا اف الاكس هاي ما تحققت هذا كله ما راح يتحقق معه، تمام؟ فهاي هي الخربطة بتصير. لو كان هذا الشرط فولس ولا واحد من هذول راح يطبق. ليش؟ لأنه هاي الجملة تابعة للجملة اللي فوقيها، وهاي الجملة تابعة للجملة اللي فوقيها، والإلس تابعت لأين؟ لا الالس هاي تابعة للاف هاي، والالس هاي تابعة للاف هاي. فأنا لو ما دخلت هاي الاف كلها ما راح نفذ ولا اشي من هذول. فهي هي الفكرة من وين؟ من عجقة الافات هذول. دائما كل الس احفظها، كل الس تتبع لأقرب اف الها، to the closest، لأقرب اف الها. فاحنا هسه لو عملنا run دخلت قيمة الاكس 0، شايفين؟ ما أعطاني أي شيء. هيك كمان مرة زيرو، ما طبع أي شيء. لا أي شيء زيرو. بستنى القيمة للواي. آسف بستنى القيمة للواي. لو دخلت لواحد، شايفين؟ ما طبع لي أي شيء. ليش؟ لأنه شو ما كانت قيمة الواي، الواي هي ترو بس الزيرو يعني فولس، فهاي فولس ما طبع لي أي شيء في الدنيا. طيب لو طبعت له الواحد، واحد يعني ترو، بعديها طبعت له ايش؟ 2، فدخل على مين؟ دخل طبع 2. ليش؟ لانه الواحد لا تساوي 2 فطبع الالس هاي. طيب لو انا دخلت له اول اشي عندي 1، او دخلت له 5 ودخلت له كمان 5، شو طبع؟ طبع عندي ال1. هاي بشكل سريع عن موضوع هسه. مثلا طب لو بدي ادخل على الالس هاي متى؟ اذا كان عندي الواي هاي فولس، فانا لو دخلت بالاول قيمه ترو، اذا دخلت له فولس، شو طبع لي؟ طبع لي 3. شايفين؟ هاي الالس تابعه لمين؟ لهاي الاف. فلما كانت هاي الاف فولس، قيمه الواي فولس، طبع لي 3. هاي بالنسبه لفكره اذا كان عندي اكثر من اف وأكثر من إلس، نعرف كل إلس تابع على أي إف فيهم. إن شاء الله تكون وصلتكم الفكرة، ويعطيكم ألف عافية.